السلام عليكم مشاهدي قناة حول العالم. سنتحدث اليوم في هذا المقطع عن مجموعة من أكبر السفن في العالم. البعض منها لا يمثل مجرد سفينة، وإنما مدينة حقيقية على المياه، حيث يوجد كل شيء يمكن أن يحتاجه الشخص لقضاء وقت ممتع. 10. ميرسك الدرجة الثالثة. ظهر هذا القارب عام 2011 وفاز بجائزة لكونه أكبر حاوية شحن في العالم، حيث يبلغ طول القارب 399 متراً وسعة حملها تصل إلى 18,000 حاوية، يزن كل واحد من محركاتها 2300 طن. أما عن اسم تريبل وهو يعني ثلاثي، فهذا اختصار لثلاثة مفاهيم: تغيير وإصلاح الطاقة وكفاءة، وهذا بالإضافة إلى تحسين مستوى الاقتصاد على نطاق واسع. 9. سفينة CSC الجلوب. إذا كانت السفينة السابقة أثارت اندهاشة، فعليك رؤية هذه السفينة التي ظهرت في عام 2014 لتأخذ لقب أكبر سفينة حاويات في العالم. تم إنشاؤها من قبل مهندسين بشركة هايونداي بكوريا الجنوبية. طولها يبلغ 365 متراً، لكنها أوسع من السابقة، إذ إنها تتسع لتحمل 19,100 وحدة، وتحتوي على أكبر محرك في العالم أجمع. 8. TI Class Super Tanker. ظهرت في عام 2002 وكان الهدف منها نقل كميات فلكية من النفط أو أي سائل آخر، وكانت تتنقل بين زوايا الكوكب، وتكلفة بنائها تصل إلى 120 مليون دولار. هل ترى المبلغ كبيرا جدا؟ لكن إذا كنت تعمل في النفط فهذا لا يعد شيئا مقارنة بالأرباح التي سوف تجنيها منها. صنعت بواسطة شركة دايو في كوريا الجنوبية، حيث إنهم متخصصون في صناعة السفن الكبيرة. طولها يبلغ 365 متراً، وسعة تحملها 5 ملايين لتر من النفط. 7. Oasis of the Seas. إنها سفينة سياحية تعود ملكيتها إلى شركة رويال كاريبيان انترناشونال. طولها 365 متراً، وقد لاحظنا انتشار هذا الرقم في كثير من السفن، لأن هذا هو الطول الآمن للسفن. تحتوي على 18 طابقاً مع ارتفاع يصل إلى 2742 متراً، وتستوعب 7,000 مسافر بجانب الطاقم المكون من 2199 شخصاً. إنها لا تعد سفينة بل مدينة صغيرة عائمة، حيث يوجد بها جزيرة صغيرة وستة حمامات سباحة وسينما ومسرح وملاعب، ويمكنك ممارسة التزلج على الجليد إلى جانب الألعاب المائية. 6. سفينة موزة. هذا القارب هو الأول من نوعه في تاريخ بناء السفن في ناقلات كبيرة الحجم من عائلة كيوماكس. الغرض الرئيسي منها هو نقل الغاز المسال المنتج في الإيداعات القطرية. تم تصميمها عام 2009 من قبل شركة سامسونج للصناعات الثقيلة، والمكان أيضا في كوريا الجنوبية. تم بناء 14 نموذجا منها، ومن المذهل أنها تتعدى الحد الأقصى للسفن دون أن تفقد القدرة على الدخول والخروج بشكل صحيح من موانئ الغاز الطبيعي في قطر. تستطيع نقل الغاز لمسافة 260 ألف متر مكعب، وتستطيع حمل 129 ألف طن من الغاز. 5. سوايز جيانت. تم بناء هذا القارب العملاق في عام 1979 في اليابان، واستمرت مدة عمله إلى عام 2009، وكان طول فترة عمله ملقباً بأطول قارب في العالم، إذ إنه يبلغ طوله 457 متراً. كانت تستخدم لنقل كميات كبيرة من البضائع للشركات الكبرى، وقد تم تغيير الاسم أكثر من مرة طوال فترة عملها، ومن هذه الأسماء كان العملاق السعيد. 4. الملكة ماري الثانية. طول هذه السفينة التي تحتل الخط التاسع في أكبر عشر سفن في العالم هو 345 متراً، وتزن 148,528 طناً، وتستطيع تحمل الظروف القاسية للمحيط الأطلسي. يتم تحريكها بواسطة 4 محركات ديزل ضخمة، مما يسمح لها بالسفر بسرعة تصل إلى 56 كيلومتراً في الساعة. تحتوي هذه المدينة العائمة على 15 مطعماً ومسرح، ولأول مرة قبة فلكية. 3.
أركتيكا. أما عن هذا القارب فهو يختلف عن جميع ما سبق، فهو أكبر كاسح جليد يبحر بين روسيا والقطب الشمالي. تم استخدام 2 من المفاعلات النووية بها لكسر الجليد الصلب الذي تصل سماكته إلى 4 أمتار، فهو يملك طاقة نووية لا تضاهى، وبسبب ذلك لا يحتاج مطلقاً إلى إعادة شحن الوقود، فهذه الطاقة تمكنه من الوجود في البحر لسنوات طويلة. 2. تورانور بلانتو سولار. إنها أكبر سفينة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية في ميناء اللؤلؤ في دولة قطر. تحصل السفينة على الطاقة اللازمة لها من بطاريات ضوئية متصلة بألواح شمسية في مقدمتها ومؤخرتها، يمكن زيادة أو تقليص مساحتها حسب الحاجة. الألواح المثبتة في مؤخرة السفينة مزودة بأجهزة استشعار لتوجيهها نحو الشمس، وتتسع السفينة لما يصل إلى 40 شخصاً، ويعمل كل شيء على متنها بالطاقة الشمسية. يوجد بها 537 متراً مربعاً من الألواح الشمسية، وتنتج الكهرباء، ويتم تخزين تلك الطاقة في 6 بطاريات كبيرة، وبطاريات أيون الليثيوم. يستخدم جزء من هذه الطاقة للمحركات الكهربائية، وبها 4 محركات كهربائية لمراوح الدفع. لتتمكن من الإبحار حول العالم بهذه السفينة، الأمر خاص جداً، هو أنها سفينة كربون، وهي خفيفة جداً بالنسبة لحجمها، إذ إنها تزن 100 طن فقط. تم إطلاقها عام 2010، وتبلغ 31 متراً طولاً، وتحتل الألواح الشمسية مساحة كبيرة من السفينة تبلغ 5500 متر. فهذا الاختراع من أروع إنجازات البشر على الإطلاق، ونتمنى أن تعمل جميع القوارب بالطاقة الشمسية حفاظاً على البيئة. 1. ناقلة بلوم مارلين. تلعب سفن البضائع دوراً كبيراً في التجارة الدولية، فهي من أفضل الطرق للحصول على البضائع من الجانب الآخر من الكرة الأرضية. لكن ماذا لو كانت البضائع سفينة؟ حينها سنحتاج إلى سفينة كبيرة تحمل تلك السفينة. لذا تم بناء سفينة بلوم مارلين عام 2000 لحمل منصات عملاقة من النفط. يبلغ طولها 396 متراً مع قوة محركات تصل إلى 17160 حصاناً. تتميز بسطحها المنخفض وطولها الذي يسمح للسفن والمنصات النفطية بأن تطفو فوق السفينة. عند استعمال السفينة يتم ملء الخزانات الموجودة بها بالماء حتى تغمر السفينة الماء، وبعدها يتم وضع القطع المراد حملها وتثبيتها بمساعدة الغواصين، وبعدها يتم تفريغ المياه ببطء، وترتفع السفينة على سطح المياه مرة أخرى. هذا كل شيء لليوم، شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.